السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، هناك سؤال يطرح عند بعض الناس: رمضان والتدخين. هناك أناس اعتادوا على التدخين في غير رمضان، وهذا التدخين كلما حاولوا أن يقلعوا عنه لا يستطيعون، لأنه شبه إدمان ويختلط بالدم. لكن رمضان ذكر الأطباء والخبراء بأنه فرصة مواتية للإقلاع عن التدخين. لماذا؟ لأن الله عز وجل فرض علينا الصيام النهار، ف 12 ساعة أو 14 ساعة في اليوم، والمدخن لا يكاد يدخن سيجارة، فإن جسمه يتعود ويتخلص من مادة النيكوتين. فمن لم يستطع أن يتخلص من التدخين في شهر رمضان صعب جدا أن يتخلص في غيره. فرمضان فرصة مواتية أن الإنسان يضل النهار بكامله صائما، وإذا جاء الليل عوض التدخين بطعام وشراب وأشياء أخرى. ولهذا ينصح بأن الإنسان يبتعد عنه، لأن التدخين من العلماء من قال أنه حرام، وربنا عز وجل نهى عن قتل النفس: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأنفسكم التهلكة. فالتدخين هو موت بطيء، قتل للنفس بشكل بطيء، بل وفيه إداية واعتداء. فالناس الذين حولك كلهم يتأدون، من يسمون بالمدخنين السلبيين، وأول من يتأدى زوجتك، أولادك، عائلتك، أسرتك. وإذا كنت أستاذا تلاميذك في المدرسة، وإذا كنت في إدارة زملائك في العمل، أقرب الناس إليك تؤذيهم. فبعض العلماء قالوا بأنه حرام، بعضهم الآخر قال لا، ليس حراما، وإنما هو مكروه، كراهة التنزيه، لأن التحريم لابد أن يكون منصوصا عليه في القرآن. لقالوا حرام استنبطوه من قول الله تعالى عن مقاصد البيعة النبوية الشريفة، أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهناك دائرتين: الطيبات ودائرة الخبائث. أين يمكن أن نصنف التدخين؟ هل في الطيبات؟ طبعا لا. أين إذن؟ في الخبائث. فقالوا يحل يحرم، الطيبات حلال، الخبائث حرام، فاستنبطوا منها بحرمة التدخين. لكن فريق آخر من العلماء قالوا لا، هو مكروه، لم يأتي التنصيص عليه، لأن قياسه على الخمر قياس بعيد لعدم الاشتراك في العلة، وهي الإسكار وذهاب العقل. وقالوا أنه مكروه، نحرص على أن نبتعد عنه. فهذه الفرصة للمدخنين والمدخنات، وخصوصا الشباب في الإعداديات والثانويات والجامعات والمدارس العليا، أنهم شيء مفزع. تجد بأن انتشار هذه الظاهرة بينهم مقلق للغاية. فرصتنا لكي نتخلص من هذا التدخين في رمضان أننا نشرب الماء بعد الإفطار، لأن التدخين نار، ونطفئه بالماء، نشرب الماء والسوائل، نصلي التراويح، لأن التدخين يحارب بالحركة، إما بالرياضة، إما بالمشي السريع، وإما بالركوع والسجود. وأيضا نبتعد عن الرفقة السيئة، الرفقة السوء، إذا كانوا أصدقاء مدخنين نبتعد عنهم. وإذا كان عندي علبة سجائر، إما في السيارة، إما في المكتب، إما في البيت، أتخلص منها. فكل هذه إجراءات مهمة لكي نقلع عن التدخين، لكي يكون شاء الله رمضان المقبل بلا تدخين. وهذا سيكون له أثر إيجابي على البيئة وعلى المجتمع وعلى الناس أجمعين. فأسأل الله تعالى أن يوفق جميع المدخنين والمدخنات على الإقلاع عن هذه الآفة الصحية الخطيرة،
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم الذكر. أحسن طريق للتخلص هي أن تأخذ سبحة، وعوض أن تأخذ سجارة بيمينك خذ سبحة أذكر بها ربك عز وجل، أذكر الله ذكرا كثيرا، سوف تتخلص من مادة النيكوتين وسوف يطلع عندك هرمون السعادة، تفرز هرمون السعادة، وبذلك تكون من الذاكرين الطيبين الصالحين. اللهم آمين يا ربي يا كريم. أحبابنا في الله، سؤال يطرحه بعض المصلين في رمضان عن حكم صلاة التراويح، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، أم هي أمر تطوعي؟ التراويح أيها الأحباب الكرام ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يقوم في رمضان ولو بركعتين كل ليلة فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني جميع الخطايا والسيئات والمفسدات التي ارتكبتها أيام زمان كلها ربنا يغفرها لك، ما إن يمضي رمضان حتى يقال لك اذهب مغفورا لك. فالتراويح سميت بذلك لأنها في أول الإسلام كانوا يصلون صلاة طويلة بعد العشاء وقبل الفجر، والصلاة ليس كصلاتنا، لا يصلون مثلا القرآن بثمن أو بربع أو نصف حزب، كانوا يصلون الركعة الواحدة بعشرة أحزاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالبقرة في الركعة الواحدة، ولما ينتهي من البقرة يفتتح آل عمران ثم يختمها ويفتتح النساء في الركعة الواحدة، فكانت الصلاة طويلة جدا، وكانوا بعد كل ركعتين يجلسون للاستراحة، ومن ثم سميت صلاة التراويح، هي نوع من الراحة، ليست كالصلاة العادية. الصلاة العادية نصلي بالإخلاص وبالكافرون وبالمعوذتين أو ولو بثلاث آيات مختصرة، لكن التراويح طويلة جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في رمضان كان بمفرده، فدخل إليه عبد الله بن عباس مع صحابي آخر فأعجبوا بهذه الصلاة وصلوا خلف النبي الكريم وأخبروا بها بعد ذلك عموم الصحابة. في اليوم الموالي جاء عدد كبير من الصحابة أرادوا أن يصلوا خلف النبي الكريم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم وأطال الصلاة وأجادها وبكوا وخشعوا وذكروا ربهم. فلما كان اليوم الرابع امتلأ المسجد عن آخره، جاء الرجال والنساء والكبار والصغار ازدحام في المسجد. سيدنا النبي لما خرج من المقصورة ورأى المشهد أعجبه، لكنه تراجع ولم يصلي. فلما سألوه قال: إني خشيت أن تفرض عليكم، لأن ربنا عز وجل قد يفرضه علي أمة، والأمة قد لا تستطيع الإيفاء بهذا الفرض أو بهذه السنة، لهذا لم يخرج النبي الكريم وقال صلوا بمفردكم. فصلى الناس أوزاعا، صلوا جماعات جماعات، وكان سيدنا النبي مرة يصليها ومرة يغيب عنها حتى لا تفرض على الناس، واستمر الوضع هكذا إلى أن جاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكبر المسجد النبوي وكثرت الفتوحات الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصار المسجد في المدينة المنورة كبير جدا وفيه أعداد كبيرة، وفي مكة المكرمة أيضا، ولكن الناس يصلون مختلفين، منهم من يصلي خلف إمام مسرع يقرأ بالترتيل، ومنهم من يصلي خلف إمام متوسط يقرأ بالحضر، ومنهم من يصلي وراء إمام يقرأ بالتجويد يقرأ خفيف ثقيلا جدا، فالناس يختارون الإمام المناسب لهم، هنا جماعة وهنا جماعة وهناك جماعة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده كان يثبت أركان الدولة الإسلامية وأنشأ الدواوين وأنشأ المؤسسات وأدار الشأن الديني، ومن هذه الأمور أراد أن ينظم صلاة التراويح،
فعوض أن يبقى الناس هكذا أوزاعا متفرقين، انتدب إماما وحيدا هو يصلي بالناس والناس يجتمعون خلفه، وأمره أن يصلي بالمتوسط، فنظم هذه الصلاة واعترض عليه بعض الصحابة، قال هذه بدعة، هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر: نعم البدعة هي، هذه بدعة حسنة، لأن ربنا عز وجل أمرنا باتباع سنة النبي والخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وسيدنا عمر هو من الخلفاء الراشدين المهديين. ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتهاده هذا هو لم يبتدع، هذه الصلاة كانت مسنونة في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما نظمها، أعطاها تنظيم وأعطاها ترتيب معين. ثم العلة التي من أجلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للصحابة: مخافة أن تفرض عليهم فيعجز عنها. الآن التشريع انقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع التشريع، وبالتالي صار الأمر مباحا، فسيدنا عمر نظمها، فمن أراد أن يصلي فليصلي، ومن أراد أن لا يصلي فلا يصلي. الفقهاء المالكية قالوا بأن صلاة التراويح هي سنة مؤكدة، والفقهاء الحنفية قالوا هي على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركها الجميع آثم الجميع. لكن جمهور الفقهاء قالوا في الظروف الاستثنائية فهذه لا تراويح فيها. هناك عبر التاريخ الإسلامي المديد هناك ظروف استثنائية، كأن يكون هناك طاعون أو أوبئة، أو تكون هناك حروب أو نفيلة أمن أو غيرها، أو مطر أو غيرها، فإن صلاة التراويح تسقط. ومن ثم احنا في عصرنا هذا لاحظنا بأن صلاة التراويح للأسف، نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء وأن يعيد حياتنا إلى سلف مجدها وعزها، مع الإشارة أن إخواننا الشيعة ما عندهم تراويح، لا يصلون التراويح، وإنما كل يصلي بمفرده، والسبب هو أنهم أخذوا الحديث الوارد عن سيدنا عمر بن الخطاب، وطبعا الخلاف بين السنة والشيعة في سياسات عامة، من بينها موقف سيدنا عمر، لهم موقف من هذا الصحابي الجليل، ولم يأخذوا بسياسته الرشيدة، ومن ثم هم لا يصلون التراويح أصلا. ولكن هذه التراويح هي تشكل الوحدة الشعورية والروحية للأمة، افتقدنا كثيرا تلك الأجواء الجميلة، سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، مع أئمة أجلاء بأصوات ندية نتابعها عبر وسائل الإعلام، أو من من الله عليه وذهب إلى العمرة فإنه يكرم وينعم. فنسأل الله تعالى أن يعيد الأوضاع إلى سلف عزها، ومغربنا العزيز صار قبلة للعديد حتى من خارج الوطن، لأن مغربنا العزيز صار يشهد مساجد كبرى فيها أئمة التراويح من منتهى الروعة، ربنا عز وجل أكرمهم بحفظ القرآن وإتقانه، وأعطاهم مزامير في أصواتهم، ويصلون بخشوع واطمئنان، والحمد لله صلاة التراويح في المغرب في مختلف المدن والأقاليم صارت مضربا للمثل، خصوصا في الدار البيضاء. الدار البيضاء نذكر مثلا مسجد الحسن الثاني، المعلمة الدينية الكبرى التي سار يأمها الأجانب، بل صار حتى غير المسلمين من اليهود والنصارى يتحلقون حولها ويستمعون لترانيم القرآن الكريم. وهناك مساجد أخرى أيضا في الأحياء الشعبية فيها مقرئين أجلاء، أجواء جميلة افتقدناها رمضان الماضي وهذا السنة أيضا، لكن بإذن الله الواحد الأحد تكون آخر الأحزان، وبعدها يرفع الله هذا الوباء وترجع حياتنا أفضل مما كانت. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.